رجعنا من الفاصل، ويمكن احنا شفنا وانت شفتوا معانا، شفنا فيديو مأساوي. يعني انا شفنا لقطات عمارة 5 أدوار، بيت على شقتين وفيهم مخازن تحت، البيت ده مليان زبالة مخلفات. يا ريت بنقول الناس دي بتشتغل في الزبالة، بتجيب حاجة تعمل فرز وتدوير وصناعة صغيرة ودعم والكلام ده كله، كان يبقى كويس. لكن ناس بتلم زبالة في شنط وتحطها في البيت. طب ايه السبب؟ محدش عارف. اخر مرة المجلس، مجلس مدينة الهرم، شاف البيت ده من سنة. الاهالي بعتوا لنا عن طريق البرنامج رسائل، خرجنا ورحنا امبارح شفنا الوضع، بصراحة صعب جدا. الفترة اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومليارات الجنيهات عشان نعالج فيروس سي ونعالج كورونا ونعالج الامراض المستوطنة، ولا يا جماعة دي مأساة. دي رسالة احنا بنوجهها النهاردة للسيد محافظ الجيزة. يا سيادة المحافظ، الرئيس قال مش عايزين حد يقعد في المكاتب، انزل الشارع وشوف مشاكل المواطنين. اللي عاوز يقعد في التكييف ويشرب القهوة والنسكافيه يبقى ماليش مكان مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نسمع القصة من جيران صمموا ان هم يبقوا موجودين النهاردة ويواجهوا المشكلة لانهم اكتر الناس متضررين. خلينا نرحب بالحاج طاهر علي محمود. اهلا وسهلا بك يا حاج. اهلا بك يا فندم. الاستاذ احمد طاهر محمود، اهلا وسهلا بك. انا عاوز اقول حاجه، يعني يمكن الحاج طاهر مش عاوز يصرح بيها او عاوز يتكلم فيها. الحاج طاهر شخصيه محترمه وشخصيه راقيه، وواحد من الناس اللي كانوا موجودين في فتره يمكن الناس دي لو عايزه تتاجر بالبلد كانت كسبت مليارات. حاج طاهر، ويمكن هو راجل قايل لي مش عاوز يظهر القصه ديت، كان ساق للسيد الرئيس انور السادات. والده كان السواق بتاع السيد الرئيس جمال عبد الناصر. انا الكلام ده بقوله وهم مش عاوزيني اقوله. هو دلوقتي هو طالع معاش وكان سواق لشخصيه كبيره جدا، ويمكن اتعرض عليه عشان يشتغل في الفتره دي. هو راجل محترم، ويمكن المشكله دي مأزماه ومش عاوز يتكلم فيها عشان ما يقولش ده راجل بيستغل النفوذ وعلاقاته بالناس اللي بره. لا، ده راجل مواطن عادي، رحنا صورنا اتفاجئنا بيه، عرفنا القصه دي بالصدفه. نسمع القصه من الحاج طاهر. والله يا استاذ محمود، انا في 6 شارع محمد عبد الله جنب عقار اسم رقم 8. الجماعه الاربع اخوات اللي فيه بيلموا زباله، وللاسف الشديد، بقول للاسف الشديد، جه رئيس حي الهرم وعينوا المكان وشافوا وصوروا. عاوزني اشغل الفيديو يا جماعه لو سمحتوا. وصوروا شغال على طول. صوروا الحشرات وشافوا الاطفال جيران البيت اللي قدامنا، الاطفال جسمهم مهري. الدكتوره نجلاء مديره البيئه في الحي، للاسف يعني دكتوره عشان هي حاصله على دكتوراه ومديره البيئه، ازاي انا مش عارف يعني. وجات قالت انتوا عايشين ازاي؟ صراصير مش قادرين نفتح بلكونه، والحشرات بتخش لنا من اي حته، عايشين على احنا عشان ننام بنرش معطرات والاول مبيدات. انا راجل على المعاش، معاشي 2700 جنيه هصرفها على الاكل ولا الشرب ولا ميه ولا نور ولا نعرف نعيش. ابني جه من دبي بولاده، والله والله ما باتوا في نفس البيت، خد العيال بيتهم في فندق. العيال اتصرعت من الحشرات وما بيعملوش بأي حاجة، بيت ورصة ويلموا الزبالة ويجيبوها والعفونة، هوا ربنا النقي مش عارفين نشمه. فمش مش مش وقدمت شكاوى عديدة للبيئة والصحة وفي المحافظة وفي الحي، وللأسف اللي هو رئيس الحي جه وشاف المكان وانا اجرت عربيات ليهم وهم جابوا عربيات ويشيلوا الزباله، بس ما فيش متابعه. جابوا شالوا زباله اكتر من الاول. يعني اخر مره كانوا عند حضرتك في الشارع امتى؟ ده من سنتين وشويه. فيعني مش ممكن، يعني البلد فيها ازمه، العالم كله بيعاني منها، وسياده الرئيس مش مجاهد جهد، مش معقول كمان الرئيس يقول ندخله في مشكله زي دي. عيب عيب. انا كمواطن خدمت البلد 42 سنة، انا اخجل لو قابلت الرئيس في الشارع، اخجل اقول له حاجة زي دي. الرئيس عنده حاجات اكبر من كده واوسع من كده، يعني تعليمات من السادة المحافظ
متابعة رئيس الحي يشيلوا الحاجات دي، دي لو قامت فيها لا قدر الله حريقة، والله ما في، والله ما طفي مصر ما تطفيها، لأن في غاز طبيعي وكهرباء، والبيت خمس أدوار، الدور على شقتين متشون متشون، مش قادرين يخشوا البيت. فعايزين لنا حل. بصراحه لما جتني الصور، في صور كتير، صور بشعه، في انا ما صدقتش ان في بيوت وابراج في المنطقه دي بالشكل ده. لما رحنا ونزلنا بكاميرا البرنامج شفنا بصراحه وضع مأساوي. احنا نفتح التليفونات ونستقبل مداخلات، واي حد عاوز يدخل معانا يكذب، يمكن الراجل بيفتري على الناس، او الاستاذ محمد جاي عاوز يعمل شو او عاوز يعمل يتمنظر. لا، افتحوا لنا التليفونات يا جماعه ونستقبل المداخلات. انت شايف الوقت في طيب، في مداخله سريعه اهي من الحاجه ام محمد. اهلا وسهلا بيك يا حاجه ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، كل الكلام اللي حضرتك بتسمعه دلوقتي صح 100%، وانا واحده برضو ساكنه في وش البيت، واشتكينا كتير وجبنا الحي وعملنا كذا حاجة، بس برضو ما فيش أي فايدة. بالعكس، احنا بنتضرر كل يوم أكتر من الأول، كل يوم حشرات، فيران، عناكب، حاجات ما تتوقعهاش ولا تصدقها. أربعة أدوار ولا خمس أدوار مليانة زبالة، فضلات، ما فيش عربيات بتيجي تاخد الزبالة دي وتجيب غيرها، ولا هي لا 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 خالص. يعني البيت مليان زبالة بس؟ أربعة أدوار زبالة، غاز، كهرباء، يعني لو حصل أي حاجة، حريقة، ماس، أي حاجة، الشارع كله هيتدمر، مش إحنا بس ولا البيت بس. شكرا لحاجة محمد، رسالتك وصلت، شكرا جزيلا. نرجع للأستاذ أحمد. القصة دي بدايتها إمتى وشغالة إزاي؟ أنا بحكم شغلي بسافر وباجي، أنا مهندس بحري وبسافر وباجي، باجي بلاقي الوضع بيسيء اكتر. يعني حاولنا كذا مره قبل ما الحي يتدخل. طب انت حضرتك راجل في وظيفه كويسه، يعني اكيد لك علاقات مع الحي. والله والله يا استاذ محمود، انا اصحابي بتكسف ان انا اعزمهم عندي بسبب الريحه، لان من وانت داخل مدخل البيت ريحه بشعه جدا. اخويا جه عياله ما رضيش يدخلوا لما شافوا الصراصير والحشرات على الارض في المدخل بتاع البيت، ما رضوش يطلعوا البيت. احنا بنناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ ورئيس الحي فعلا يستغيثونا من اللي احنا فيه ده، يبقى في استغاثه فعلا. الحي جه ملى عربيات قبل كده اكتر من 11 عربيه، ووالدي راح اجر عربيات عشان تساهم معاهم ويشيلوا، وبالفعل ما جاش ربع اللي لموه، اتعبى كله تاني، البيوت البيت كله اتملى. احنا شفنا في الفيديو فيه ست كفيفه صاحبه البيت وقاعده فوق، ما اعرفش تنزل ازاي وتطلع ازاي. هما البيت اتملى طبعا، مشروها من البيت، ما اعرفش قعدوها فين، في خرابه من الخرابات اللي بيلموا منها. وللاسف ان الزباله دي كلها بتدخل ما بتطلعش، يعني لو هما بيتاجروا فيها وبيبيعوا منها مش هتوصل الريحه لكده، انما دي هما عمالين يخزنوا. ريحة عمالة تزيد كل يوم عن التاني، وفي الصيف يعني يمكن في الصيف الناس نفسها ما بتعرفش تعدي من الشارع. والمحافظة ودن من طين ودن من عجين. ما فيش أي جديد، من سنة بالظبط جم لموا شويلة وإحنا ساهمنا معاهم وجبنا عربيات، ورجعوا لموا تاني، ملوا البيت تاني أزيد من الأول، لدرجة باب الشارع عندهم دلوقتي ما بيفتحش، يعني إحنا بنحاول إن إحنا نفتح الباب واجيب ناس يطلعوا، والباب ما بيفتحش اصلا من كميه الزباله اللي وراه. احنا معانا الاستاذ ممدوح. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا بحضرتك. انت حضرتك من سكان الشارع ولا سمعت عن العماره اللي في وشها على طول؟ طب ايه العماره دي مضايقاك في ايه؟ والله دي كارثه من كوارث الزمن يا استاذنا الفاضل. اولا يعني احنا الشبابيك ما بنفتحهاش نهائيا، ولا شيش ولا سلك، وغيرت السلك ثلاث مرات تجيب اضيق وتخش لنا حشرات غريبه رفيعه كده، وحتى الغسيل لو المدام نشرت ولا حاجه بيطير حاجات من عندهم. يعني هو الشارع 20 متر ولا كام؟ الشارع عرضه حوالي 8 متر. 8 متر. 8 متر بس الريحه بتيجي من اول الشارع، عشان هم عندهم حاجات مخزنينها بقالهم سنين، ما بي حتى ما بيطلعوش يبيعوها، يعني ما اعرفش بيخزنوها ليه.
لما جه الحي المره اللي فاتت كان بيطلع حاجات يعني برطمانات وحاجات لمنها من الزباله باللي فيها، اذا كان بقى كريم ولا غيره، عفن ومطلع رايح. وشفنا حشرات والله العظيم انا ما شفتها ولا في التلفزيون ولا في عالم الحيوان ولا في اي حاجه، وتقريبا متصوره في الفيديو حاجات منها كتير. انا ما حدش بيجي لي البيت يعني، حتى والله العظيم ولا قرايب ولا اصحاب ولا حتى المدرسين بقى توديهم بره، من الوضع غير قابل للنقاش يعني. ما ينفعش لاي ادميه، لو انا لو معايا فلوس كنت نقلت من الشقه اللي انا فيها دي. ماشي يا استاذ ممدوح، شكرا جزيلا. المكان موجود وممكن لو محتاجين معاينه تيجي من اي هيئه تيجي تشوف. اكيد اكيد الرساله هتوصل للمسؤولين، واكيد حد بيتابعنا النهارده عشان يبتدي يشوف القصه دي على الطبيعه. والله العظيم والله كارثة، والأطفال بتجيلهم حاجات غريبة في جلدهم كده، بيطلع لهم بقع وحاجات وهرش وحاجات غريبة ما بتعرفش ايه يعني. ماشي يا أستاذ ممدوح، شكرا جزيلا. يعني بنقول الفترة اللي الدولة بتصرف فيها مليارات الجنيهات عشان تعالج وعشان 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 وعشان، يعني احنا لغاية النهاردة عمالين نتكلم على كورونا والماسك يعني يمكن مجلس المدينة والموظفين اللي معاه الضبطية القضائية بينزل الشارع، اللي مش لابس الكمامه بيعملوا بيغرموا دلوقتي 50 جنيه، واللي حاطط كرسي في الشارع وقهوه مفتوحه بيروح يقفلها، واللي شغال شيشه بيقفله. طب يا جماعه، طب ما احنا نشوف الحاجات دي، دي كرابي الموقوت. طب ما هندور على الاسباب. نرجع للحاج طاهر ونشوف. طب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. بصراحة الموضوع صعب، وصعب نفسيا ان احنا نتقبل وضع كده واحنا في اجواء، يعني احنا بنقول الناس يقعدوا في البيوت عشان خاطر الحركة وعشان خاطر العدوى وعشان وعشان وعشان. طب هنقعد في البيوت ازاي في اجواء زي كده؟ يعني احنا مش مع او ضد حد، لكن دي قضية احنا بنناقشها وبنوصلها للسادة المسؤولين، بنوصل رسالة للسيد المحافظ، بنوصل رسالة للطب الوقائي، بنوصل رسالة للصحة، بنوصل رسالة للبيئة، بنوصل رسالة لأي حد مسؤول. يا جماعة السيد الرئيس مش شغل لوحده، ما لازم الناس اللي تحت دي. يعني كان المداخلة بتاعت سيادة النائب بيتكلم عن شركة الحديد والصلب اللي خسائرها وصلت للتسعة مليار جنيه. هي التسعة مليار جنيه دي ما جاتش من يوم وليلة، ده تراكمات وسوء إدارة. الإدارات اللي فاتت دي ما اتحاسبتش. لو الحكومة حاسبت الإدارات دي على فشلها وعلى العجز وعلى السرقه والنهب اللي تم في شركه من شركات الحكومه، شركه قطاع اعمال عام، شركه عملت خدمه الجيش السد العالي، ما كانتش معموله كده هباء المنصوره. يعني الشركات دي كلها كانت معموله عشان خدمه البلد، اقتصاد البلد، عشان نقف على رجلينا وعشان نقف ننافس، مش نستورد الاكل ونستورد الشرب ونستورد المعدات. طب هنشتغل امتى وهننتج امتى؟ الرئيس عمال يشتغل كباري وانشاءات وسفن وتسليح وجيش وصحة وتعليم طب نعمل ايه؟ ما لازم نساعد بعض عشان البلد تمشي. انا كنت بكلم الحاج طاهر يحكي لي موقف من المواقف اللي حصلت معاه مع السيد الرئيس انور السادات. قال لي بص انا مش هتكلم على الفترة دي، الراجل ده اتعرض عليه ملايين عشان يطلع يتكلم في البلد بعد الثورة. الراجل ده كان امين، راجل محترم، مش نعاقبه احنا ونأذيه والناس تطنش ومحدش يسأل. الراجل ده يتكرم مش يتهان، ويقعد في مكان محمود الحشرات والزبالة ومحدش عارف يخدمه. نكمل معاك يا استاذ صار. يعني دلوقتي انا عايز بس حد من المحافظة يجي، سواء راجل او ست، يجي يبص المنظر بس، لو كان يرضيه ربنا. شايفين البيت اهوت، مش عارف الباب ما بيتفتحش من الزباله. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله عرضت البيت للبيع، ما حد عايز يشتريه، ما حدش عايز يشتريه. بيتنا اللي احنا عايشين فيه عمرنا كله احنا دلوقتي عارضينه للبيت للبيع عشان خاطر الزباله دي، ومحدش فعلا لا ضيف بيجي لنا ولا نقدر نعزم حد يعني. طب احنا معانا مداخله الست ام كريم. اهلا وسهلا ام كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ايه القصة؟ انا يعتبر الشقة اللي في وش العمارة اللي هي فيها الزبالة اصلا، انا عايز اقول لحضرتك انا في الدور الرابع، من الدور الارضي للدور السادس، من الارض للسقف زبالة.
على مجرد ما افتح الشباك ريحه محدش يستحملها ابدا. غير كده الحشرات عندي تملى السقف، تملى السراير، الغسيل مليان حشرات، المجاري ضاربه عندهم في البيت. يعني صراحه احنا تعبنا، تعبنا من اللي احنا بنشوفه ده. زباله ملهاش اول، وللاسف كل يوم من الساعه 6 لحد الساعه 12 في الزباله، يجيبوا بال20 شوال ويدخلوه، لدرجه ان العماره كلها اتملت، بيطلعوا بسلم في البلكونات يحطوا الزباله، يعني هم مش عارفين يخشوا البيت اصلا من كتر الزباله انا اللي شايفين فيه. الباب مقفول اهو، الباب مقفول من كتر الزباله، الادوار كلها مليانه زباله اصلا. يعني حتى كمان فوق السطح يطلع ويروح مولع، يعني بنبقى مخنوقين من الريحه ومن الدخان، من درجه ان هو مش لاقي مكان يقعد من كتر من الدور الارضي للدور السادس الزباله بيقعد فوق السطح يولع لنا ولع. وفي غاز في البيت، يعني كذا مره نتصل ونتصل بالمطاف نقول لهم هيولعوا فينا عندهم غاز، يقولوا لما يولع دور ولا دورين يبقى نجي لكم. فاحنا صراحه احنا مش عارفين نعمل ايه، والله احنا خلاص كرهنا البيت وكرهنا الشقه اللي احنا قاعدين فيها بسبب المنظر. انا عايزه اقول لحضرتك مجرد ما افتح الشباك الارض والسقف عندي بتملي حشرات، عندي سلك بيخش لي منه. احنا شايفين في ست هيك ست كفيفه هي مطلعينها من البيت، ده هي دي مامتهم. يعني انا عايزه اقول لك من كتر ما البيت اتملى زباله اجروا لمامتهم شقه بره وقاعدين فيها، وواحد ماشي لي بمطوه والتاني ماشي لي بكلاب عشان ما حدش يقدر يكلمهم. يعني فمنظر صعب، يعني ما فيش بني ادم يتخيل منظر الزباله اللي جوه البيت ده اصلا. شكرا شكرا يا ست، الرساله وصلت. نكمل مع الحاج طاهر. اخوهم اللي مات برضو ليهم اخ وابوهم توفى، الدكتور بتاع الصحه جاي يخش البيت من الريحه كان هيدوخ يقع، قال لهم نزلوا لي الجثه تحت عينها، نزلوا له الجثمان تحت الشارع عشان يطلع لهم تصريح الدفن. من واخ برضك مات في السطح من الامراض، كان عايش في وسط معيز مات من الامراض والزباله يعني استاذ محمود اقسم لك بالله انا يوميا يوميا اكتر من 30 جنيه بصرفهم من عند بتاع المنظفات، بشتري بيرسول وجاز وحاجات للحشرات بسبب ان الحاجه بتطلع من عندهم، الحشرات بتطلع من المدخل تخش على المدخل عندنا. طيب احنا ما عملناش شكوى، ما عملناش تلغراف، ما عملنا يا فندم حضرتك مع الجهات دي اهو موجود موجود. حضرتك كتبت شكوى لمعالي الدكتوره وزيره البيئه والصحه والحي ومحضر حضرتك ومحضر عملته في اسم الهرم وديته الحي، وده بالتاريخ، وتابعت مع قسم المتابعه في المحافظه في الحي واديتهم صوره، قالوا احنا هنجي لك في اقرب فرصه وبتاع، وعملت سي دي صورت الزباله والقرف ده وبعته للواء ابراهيم عبد العاطي، وقعد شافه وقال لي يا ابني انت عايش ازاي؟ ازاي عايش؟ انا هتحرك على طول، وخد السيديتين اللي انا مصورهم ساعتين تصوير عشان افرجه ان يتحرك، ان حد يجي، ان حد يسال. فنكوش كله حياه البني ادم عندهم ولا حاجه، يروح بس ياخدوا واحد بتاع بيسترزق بتاع بطاطا ياخدوه، واحد مش عارف بيعمل ايه، واحد بياكل اكل شريف نظيف ياخدوه، واحنا اللي تعبانين وبنموت موت بطيء ما بيسالوش فينا. والدتي يا فندم عامله شكاوي يوميا بارقام شكاوي كلها متسجله في المحافظه، يوميا عامله شكاوي للبيئه ويردوا عليها، ويجي واحد بموتوسيكل يبص كده ويتكلم بالجهاز يوهمنا ان هم يعملوا حاجه وطناش، مفيش اي حاجه فعلي للاسف. طب احنا شايفين بصراحه، يعني انا الكلام خلص عندي، يعني انا يعني رساله للمحافظ ورساله للرئيس الحي ورساله لكل الاجهزه، يا جماعه انقذوا الناس ديت، مش اسره واحده، ده اكتر من 20 30 بيت احنا شفناهم امبارح، وبراك كلها عمارات كبيره. في مداخله تانية، ام سمير. اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا حضرتك، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم اتفضل. يا جماعه اللي قدامنا دولت مبهدل لنا الدنيا، ودلوقتي احنا مقفلين الشقق مش عارفين نتهوى من الصراصير ومن الهابوس ومن الناموس وفلام، حاجه يعني بصراحه بطريقه فظيعه قوي. طيب حضرتك ما حدش راح المحافظه، يعني جوز حضرتك ولا اولادك ما حدش راح المحافظه؟ انا ما عنديش اولاد يا حبيبي، مش غير انا ووالدتي عايشين مع بعضينا، ما عندناش حد بيروح ولا بيجي، وبصراحه ما فيش حد بيبقى واقف جنبينا الا الست ام ماجد والحاج بتاعها واولادها،
وغير كده ما فيش حد يعني، كل شايف بس ما حدش بيعمل حاجه يا ابني. شكرا يا ست، رساله وصلت، شكرا جزيلا. احنا عمالين نرد على التليفونات ونقول الرساله وصلت، ويا ريت تكون وصلت، يا ريت يكون حد من المتابعه من مكتب المحافظ، محافظ الجيزه يكون بيتفرج وشايف اللي بيحصل ده، عاوزين استجابه، واكيد احنا هنتابع. اتفضل يا حبيبي، كنت عاوز تقول حاجه انت يا استاذ؟ احنا في الفتره بتاعت كورونا اللي احنا فيها دي، يعني المفروض احنا بنحافظ على كل حاجه، بننزل الشارع بالسبيرتو وبالماسك وبنرشد الناس، لكن انا شايف ان مفيش اي، انا شايف في تليفون من الست ام ماجد. طيب نتصل بيها تاني يا جماعه بعد اذنكم، اتفضل. اخوهم اللي مات ده كان عايش في وسط الزباله جوه، يعني ده عايش في وسط الريحه جوه، واتفاجئنا بيه ان هو توفى، واكيد اتوفى جاله فيروس، جاله حاجه من الزباله اللي هو عايش فيها، ده ما كانش بيطلع من جوه نهائيا. ده مات جوه ودفنوه ولا حد يعرف عنه حاجه، وما زال ممكن واحد او اتنين منهم يموت، يعني هم مش البيت بقى مليان، مش عارفين يقعدوا فين، بقوا يجيبوا سلم خشب يحطوه على الدور الاولاني ويطلعوا ينطوا من البلكونه، وهم عايشين حياتهم كلها كده في الخرابات. انا بصراحه الموضوع صعب وموضوع مقزز وموضوع يعني انا مش قادر استوعبه. انا يعني لما روحت وشفت المكان وشفت الوضع تخيلت الناس دي بتفتري عليهم، والناس ديت بتبعت شكاوى كاديه، والناس ديت مظلومه اللي هناك. لما روحت شفت المكان والباب اتفتح قدامي، شفنا الزباله قافله الباب، شفنا البلكونات مليانه، شفنا الموضوع موضوع فعلا صعب، وعاوز حد يتحرك بسرعه، عاوز المحافظه تتحرك، يعني شوفوا الاجراء. يعني انتوا لو عاوزين الناس تساعد في ان تنقل الزباله تساعد، الشارع كله اكتر من 50 اسره كلهم عايزين يساعدوا عشان ينقذوا حياتهم، بدل ما نقعد ندور على انبوبه غاز ولا اسوانه عشان خاطر ننقذ روح اطفال صغيره وستات كبيره وامراض مزمنه ومفيش استجابه. احنا كنا عملنا اتكلمنا عن الناس اللي هي الوفيات اللي حصلت في البدرشين، الاستاذ وليد والحاج عادل والعمد عبد السميع، وكان في حد من الاطباء كان تواصل معانا قبل الحلقه ان هو عاوز يعمل قافله بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن واماله العمل الجماهيري للمهندس حسام الخطيب والدكتور ربيع والمجموعه اللي موجوده في البدرشين، عاوزين يعملوا حاجه صدقه جاريه على ارواح الناس ديت ويتعاونوا. طب في ناس في اتجاه بتشتغل في الخير هي، واحنا عندنا مأساة. الناس عرضوا ان هي تساعد وعرضوا ان هم يشتغلوا وعرضوا ان هم يتبرعوا، والمحافظة فين يا سيادة المحافظ؟ انا بكرر وقبل ما اختم بقول لك الموضوع صعب، صدقني لو حصلت مشكلة حصل حريق في البيت ده ما هتقدر تلمها ولا مطاف الدنيا هتقدر تسيطر عليها. انا بقول لك من دلوقتي ابعت لجنة تبص تشوف الوضع، واحنا هنتابع. الوقت بتاعنا عدى سريعا، وانا اكيد هيبقى لنا لقاءات تانية واكيد هنتابع الموضوع ان شاء الله. انتظرونا في حلقات قادمة، قلوب مصرية صوت الوطن والمواطن. احنا بصراحة عندنا كم مداخلات كتير جدا موجود معانا، لكن كلها هي رسالة واحدة، انقذوا ارواحنا. شعار احنا بنموت بالبطيء، قنبلة موقوتة، كلها رسالة واحدة، الناس دي عايشة في خطر، يا ريت استجابة سريعة. أنا بقول إن قبل ما أختم إن في حالة كورونا، يمكن الحالة الأولى اللي ظهرت في بطولة العالم لكرة اليد، لاعب فريق الدنمارك يمكن ظهرت عليه الأعراض امبارح، ويمكن وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة اتحركت وعملت تطعيم يومي وكشف يومي. طب يا جماعه احنا بطوله عالم وبكل يوم بنكشف عن الكورونا. خالص تحياتي محمود عوض.